نعم، عشر من الفطرة، من الفطرة يعني التي حببها الله عز وجل لعباده شرعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر حتى تحفظ وحتى تصل المعلومة بشكل جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكان معلما ومربيا، وسبق كثيرا من أساتذة التربية والتعليم وأصول التربية وفنون التدريس، أشياء كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه يذكر الأعداد لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل توصيل المعلومة بشكل جيد وحتى تحفظ. يعني لو قال قائل أوصيك بثلاث وأعطاك ثلاث وصايا ثم انطلقت تذكرت وصيتين، لا باقي واحدة تلتمسها تبحث عنها، لأن قال إيش أوصيك بثلاث، أو قال حضر لي ثلاث أشياء، أو طلب منك الأهل أربع أشياء، لما توصل تشتري باقي أربعة وقالوا أربعة ما لقيت إلا ثلاث، قاعد تحاول تتذكر إيش الرابعة وتتصل بإيش الرابعة. فتعيين العدد بهذه الطريقة ليس المراد منه الحصر. لما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما مش معنى أنه إيش ما في غير السبعة. لما قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لا يعني أنه ما في غيرها. لما قال آية منافق ثلاث، لا يعني أنه ما في غيرها. لما قال أربع من كنا فيه كان منافق خالصة. لما قال مثلا عشر من الفطرة، لما قال اجتنبوا السبع المبيقات، هذه حديث الأعداد أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم توصيل المعلومة حتى تحفظ وحتى تضبط. ورحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فيعني يدعو له بالنظارة، نظارة الوجه والسرور، اللي يبلغ دين الله عز وجل كما يسمعه.